في مدى ملك عبد الله. الله يطول عمرك، وهذه مناسبة طيبة لالتقائنا بأخواننا عيال العم وإدارة نادي الفروسية، وجهد ولله الحمد يعني ما يحتاج أن نمدح فيه لأنه مادح نفسه والحمد لله رب العالمين. اليوم شاهد التلاحم بين القيادة وبين الشعب واستذكار لملوك المملكة العربية. نعم، هذا فخر الحمد لله نفخر بها احنا وابناء شعبنا الغالي اللي هم اخواننا، بوجود ملوك مثل ملوكنا الذي سبقه، والله يحفظ لنا مولانا ومليكنا سلمان بن عبد العزيز ولي عهده، ونحن الحمد لله من خير الى خير. كيف شفت الكرنفال نسخته الثانيه؟ والله الكرنفال مبهج جدا، وكل ما حضرنا الكرنفال ذا ذكرنا صاحب الفكره الله يغفر له ويرحمه الوالد عبد الله بن عبد العزيز، ونذكر بعد اخونا متعب بن عبد الله اللي كان بداية لتنفيذ الفكرة وإيجادتها. شكرا لك سمو الأمير، ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق بالتأكيد.